السلام عليكم أعزائنا الطلبة، اليوم محاضرتنا راح نتحدث بها عن الجودينوم. بعد ما أخذنا الستوما راح نعبر على الجزء الثاني من الجي آي تي سيستم اللي هو من الجودينوم. خل نبدأ بيه. طبعا هذه مثل ما تشوفون الصورة، هذه شنو؟ هذه نسميها الستوما. الستوما هاي آخر بكان إلها بي بايلورس. وراء البايلورس راح تربط بهذا الستركتشر، هاي الكوليز، هاي الفولدنج. هاي الفولدنج شو اسميها انا؟ اسميها سمول انتستين. اذا الطعام راح يترحل من الاستومك الى من؟ الى السمول انتستين. السمول انتستين تقسمت الى اجزاء. الجزء هذا اللي نشوفه يشبه حرف السي، شوفوا يشبه من؟ يشبه حرف السي. هذا شو اسميه؟ ديودينام. اذا يشبه حرف السي اول جزء من السمول انتستين شو اسميه؟ ديودينام. بعدين راح تجيني هاي الطيات شو اسميها انا؟ جوجينام. والتحت اشرح هالصير هذه اليوم. اذا من نجي على السمول انتستين، it is a longest part of elementary canal. يعني شقد طولها؟ 6 متر. بسبب طولها فان رب العالمين شنو خلى بها؟ راح خلى بها فولدنج. هاي الفولدنج شنو نسميها احنا؟ كوليز. يعني انا اخلي بها الفولدنج حتى هاي 6 مترات تحتويها الابدومن، واضح؟ فاذا 6 متر من الاكستنشن مالتها، الاكستنشن من البايلورس اوف ستومك داونورد الى ان توصل لمن؟ لحد هاي الاريا. هاي الاريا صايره بين الاليوم وبين السيكم، فش اسميها؟ اليوسيكال جنكشن. واضح؟ هاي منطقه مع الجنكشن، التقاء بين الاليوم وبين السيكم. الاليوم راح ناخذه ان شاء الله والسيكم راح ناخذه. هذا الجنكشن يمثل نهايه من؟ نهايه السمول انتستين، وبداية من؟ بداية اللارج انتستين. إذا من نجي نحكي على السمول انتستين، تبدي من البايلورس اوف ستومك إلى هذا الجنكشن. هذا الجنكشن شنو اسمه؟ لين هالمنطقة اليوم، وهذا السيكم يصير اليوسيكال جنكشن. الجريتر بارت مال الدايجشن والابزوربشن وين يصير؟ بالسمول انتستين. يعني أغلبية الامتصاص والهضم بالجسم يصير وين أكثر شيء؟ بالسمول انتستين. ونرجع ونقول من تتكون السمول انتستين؟ من سي شيب نسميه ديودينام. بعدين الكوليزا شو اسميها؟ جوجينام. واللي تكمله مالتها شو اسميها؟ اليوم. نجي على الديودينام. وين بكان الديودينام؟ اذا ننتبه على هاي الصوره تقريبا هو موجود بالابيجاستريك اريا وقاعد ينزل داونورد على من؟ على الامبلايكال اريا. اذا اللوكيشن ان ذا ابيجاستريك تو ذا اند امبلايكال. شلون تقيس الديسكريبشن مالته؟ خلنا نباوعه هنا على هاي الصورة، خلنا ننتبه. أولا شلون شكله؟ سي شيب. هاي وحدة. اثنين شقد طوله؟ طوله 25 سنتي. يا أورجان درسناه قبل كم محاضرة، طوله 25 سنتيم الأوسوفيجاس. إذا الأوسوفيجاس طوله 25 سنتيم وهذا الديودينام شقد طوله؟ 25 سنتيم. زين، هذا من امتداده؟ امتداده من نانا من البايلورس اوف ستومك، وبعدين يفتر سي شيب ويوصل لهنا ويبدي هذا جزء جديد. هذا شو اسميه؟ جوجينوم. يعني فقط هذا السي شيب اسميه جوجينوم. امتداده من البايلورس اوف ستومك، يفتر هو سي شيب وبعدين يوصل لمن؟ الجوجينوم. اذا امتداده من البايلورس تو ذا جوجينوم. كيرف يصير سي شيب، زين يفتر عليه من؟ يفتر على هذا الجزء المحبب. تنتبهوا هذا الجزء المحبب شنو هذا؟ اسمه بنكرياس. اذا كيرف اراوند ذا بنكرياس، هذا الكيرفينج اراوند بنكرياس راح له اهميه هسه من نمشي بالمحاضره ان شاء الله راح ننتبه. اذا لوكيشن بالابيجاستريك يمتد للامبلايكا. شلون شكله؟ سي شيب. ايش قد طوله؟ مثل طول الاسوفيجس. ايش قد طولهم؟ 25 سنتي. امتدادا من السبايلورس مال ستومك لليجوجينا. يفتر هذا الكيرفينج على من؟ على الهيد او بنكرياس. نجي على البريتونيال ريليشن. قلت لكم عندنا مصطلحات اثنين، اناتوميكال ريليشن بريتونيال ريليشن. من اقول بريتونيوم يعني هذا الستركتشر انترا لو اكسترا، واذا انترا شنو هي؟ البريتونيوم اللي مسوي له اتاتشمنت، واضح؟ زين، إذا قلت لي دكتور anatomical relation يعني شنو الستركتشر؟ صار interior posterior up down، يعني شنو الأورجان المحيطة به بمعنى آخر. من نجي على الجودام، قلنا الجودام شلون شكله؟ سي شيب. يعني انتبهوا لي هسه هو منا أنا، خلينا نفرض هسه اكو تكملة بي، هو سي شيب مو صحيح؟ هذا السي شيب من قسمه إلى 4 أجزاء.
قسموه إلى 4 أجزاء. قالوا أول جزء لأن هو attached للستومك والستومك intraperitoneum، إذن الفيرست بارت أوف الديودينام مش راح يصير intraperitoneum. يعني شنو البريتونيوم يسوي attachment للستومك؟ يسوي له attachment. الاتاجمنت مات الستومك لسر اومنتم، إذن هذا هم من البريتونيوم ريليشن لسر اومنتم. الستومك عندها greater اومنتم، إذن الفيرست بارت أوف الديودينام شنو يسوي له attachment لgreater اومنتم. واضح؟ إذا هل الديودينام كله انترابريتونيال؟ لا، فقط الفيرست بارت، لأن الفيرست بارت راح يكون بيمن بالستومك والستومك انترابريتونيال، فوش راح يكون انترابريتونيال. زين شنو الاتاتشمنت؟ نفس الستومك بيها لسر اومنتم، هو شنو يسوي الاتاتشمنت لسر اومنتم من الابر بارت. زين والجريتر اومنتم يكذب الستومك، إذا من اللور بارت راح يصير الجريتر اومنتم. دكتورة وبقية الديودينام، بقية الديودينام مش راح يصير، قلنا كش يرجع لي ورا مش راح يصير خارج حدود البريتونيوم. إذا the rest of الديودينام مش راح يكون، يكون إكسترا بريتونيال أو نسميه مصطلح ريترو بريتونيال. نجي الديودينام قسموه أجزاء، لأن كل جزء يصاب بمرض، يعني من ناحية الكلينيكال أنت تحتاج إنه تعرف كل جزء لأنه على أساسه راح يشخص المرض. مثال ناخذ أول جزء من الديودينام، هذا الجزء، هذا الجزء مات الديودينام، هذا شو نسميه first part of الديودينام. من يمتد؟ يمتد من البايلورس، بايلورس مات الستومك، هاي النيك مال جول بلادر، إلى النيك مال جول بلادر، إلى النيك مالت من مال جول بلادر. هذا الفيرست بارت قلنا انترابريتونيوم، لأن نفس الستومك مسوي لها اتاتشمنت، فهذا يصير لسر اومنتم من فوق وغريتر اومنتم من جوا. بقية هذا شوفوا راجع لي ورا، راح يرجع لي ورا، حتى بعض مثلا من نمشي بالمحاضرة نقول يمشي على الفيرتبرال كولوم، يعني راجع إلى البوستيرر، وقلنا من يرجع الأورغان بوستيرر يصير خارج حدود البريتونيوم، إذا شي يصير اسمه اكسترابريتونيال أو ريتروبريتونيال. زين شنو الريليشن؟ شنو الريليشن؟ شنو الريليشن؟ نجي هذا الفيرست بارت، هذا شنو شايلين احنا؟ هذا شايلين الليفر وشايلين شنو الجول بلادر. اذا انتيريور ريليشن اللي كانوا نازلات على الديودينام شنو الجول بلادر والليفر. كوادريت لوب اذا ما تقدرون تحفظوها تقدرون تقولون ليفر، اهم شيء انا تعرفوا لي البيزك، البيزك انه شيل انتيرير صاير على الديودينام من هو الليفر والجول بلادر. زين هذه اول وحده. سوبيريور هنا، سوبيريور شنو هذه الاوبننج؟ خذيناها اوبننج تربط اللسر ساكل ورا مع الجريتر ساك، سميناها ايبي بلويك فورامين. اذا سوبيريور شنو عندي؟ ايبي بلويك فورامين. واضح؟ ايبي بلويك فورامين. إذا أول مرة انتيرير منو عندي؟ أنا يعني هسه من أجي أفتح الأبدومين ترى ما أقدر أشوف الديودينام إذا ما وخر الليفر والجول بلادر، إذا هن صايرات انتيرير. زين أكو أوبنينج هسه تشوفوها على الصورة فوق الفيرست بارت الديودينام، شو اسمها؟ إيبي بلويك فورام. بوستيريري، بوستيريري هذا يدخلني إلى ساك، شو سمي هذا الساك؟ لسر ساك. إذا بوستيريري شنو عندي أنا؟ عندي ساك، شو سمي؟ لسر ساك. هنكمل على الصورة الوراها، هسه شوفوا هنا هذا الفيرست بارت اوف الديودينام، هاي البايلورس وهاي الفيرست بارت اوف الديودينام. لو هنا الليفر موجود كان لقيته غطى لي اياها هو والجول بلادر، ما خلاني اشوف من الديودينام. سوبيريري منو عندي؟ الفورامين اللي تربط اللسر ساك مع الجريتر ساك. زين زين دكتورة انفيريور منو عندي؟ شنو هذا المحبب استوني تحكي بي؟ قلت لكم يفتر على هذا المحبب، هذا شو اسمه؟ هيد اوف بنكرياس. اذا انفيريور هسه من تحت هذا الفيرست بارت، من تحت منو هو اللي قاعد يطير ريليشن؟ بنكرياس. انتيريوري ليفر زائد جول بلادر. سوبيريوري منو عندي؟ ايبي بلوك فورامين. واضح؟ زين نيجي على البوستيريوري، هذا بوستيريوري، بوستيريوري كلها عندي فيزلز، كلها عندي فيزلز. يعني شو؟ اول مره قلنا بوستيريوري انا عندي ساك، اذا على الصوره السابقه قلت لكم ساك، اذا منو عندي؟ الليسر ساك. اثنين اكو عندي ارتري، تذكرون قلت لكم اكو ارتري يمشي بظهر الاستومك وبظهر الديودينام، شو اسمي؟ جاسترو ديودينال ارتري. هذا طالع من مين؟ من الهيباتك.
اذا هنا أنا شنو عندي هذا الارتري النازل بظهر الاستومك الفيرست بارت دونام جاسترو ديودينال ارتري. ترى هذا الارتري مهم ماما، يعني اذا المريض عنده قرحه، القرحه اكثر شيء تصير بالفيرست بارت او في الديودينام، واضح؟ لان هذا الفيرست بارت هو اللي يستلم اول شيء حامضيه مالت ميل مال المعده، السكند والثيرد والفورث تعادلهم القاعديه مالت البايل ومات البنكرياتيك سكريشن. فشوفوا هنا القرحة دائما قليلة لأن هنا أكو قاعدة الصب فتعادل الحامضية. الحامضية منو يستلمها؟ هذا الفيرست بارت أوف الديودينا. فدائما القرحة وين تصير؟ هنا القرحة اللي تصير بالفيرست بارت نوعين، يا أما قرحة نازفة أو غير نازفة. الغير نازفة دائما تصير بالانتيريور بارت، وانتيريور حتى لو قرحة تاكل الوول ما يطلع بلد. لكن من يجيك مريض عنده قرحة بالاثنى عشر ويقول لك أنا قمت أتقيع دم، معناته شنو القرحة وين موجودة؟ بوستيريوري. ليش؟ بوستيريور من القرحة تاكل البوستيريور وراح تعبر على اليمين على ذني الفازل. شوفوا كاسرو ديودينال ارتري بورتال فين، فهذني الفازل راح يصبن البلد مالتهن وين؟ بالديودينوم ويتقيعهن المريض. اذا هنا تساعدتني انه اعرف هذا المريض قرحته نازفة او غير نازفة. اذا جاك مريض اثنيناتهم ديودينال ألسر، واحد يقول لك دكتور تقيأ دم والثاني ما تقيأ دم، هذا تتوقع ما يتقن دم وين قرحته صايرة؟ انتيرير. واللي يتقيأ دم بوستير. ليش دكتورة بوستيريري يتقيأ دم؟ لأن أنا عندي أرتري يطلع من الهيباتك وينزل ورا الديودينم والاستومك، سميته جاسرو ديودينال أرتري. بعد شنو عندي؟ عندي هذا الفين اللي يستلم البلد من جي اي تي ويودي للليفر، شنو سميته؟ بورتال فين. هاي الخضره شو سميها؟ بايل داكت، اللي تشيل البايل والصبه بعدين ويا داخل من داخل الديودينم، واضح؟ وبعد شنو عندي؟ فين كبير هسه ناخذه هو الانفير، ما دام هاي اورته اذا بصفها من هو انفير فين كيف. اذا بوستيريوري بالفيرست بارت اوف الديودينم كلها فازلز، جاسترو ديودينال ارتري، بايل داكت، بعد شنو عندي؟ عندي بورتال فين والانفير فين كيف. واضحه لحد اللي هنا؟ نجي هسه هذا الفيرست بارت. الفيرست بارت انتيرير مغطي الليفر والجول بلادر، يعني انت اذا جرح تريد توصل للفيرست بارت توخر الليفر والجول بلادر. انفيرير منو عندي؟ هذا المحبب شو اسمه؟ الهيد اوف بنكرياس، واضح؟ بوستيرياري مهم. ليش؟ يعني عندي ارتري يجي من الهيباتيك، هاي مو الاورتي، هذا السيليك، السيليك الثاني، هذا الارتري رايح للليفر، شو اسميه؟ هيباتيك. الهيباتيك راح ينزل ارتري الظهر للديودينام، شو اسميه؟ جاسترو ديودينال ارتري، يمشي بوستيرياري. بعد شنو عندي؟ بورتال فين. بعد شنو عندي؟ بايل داكت. بعد شنو عندي؟ انفير فينا كيفا، واضح؟ نجي السكند بارت اوف الديودينام، هذا يمشي فيرتيكلي، لاحظوا فيرتيكلي داون وورد، يمشي عليه من على الهايلوم اوف رايت كيدني. يعني بمعنى اخر انه هذا سكند بارت قاعد على تكيه او نسميها مخده، هاي المخده من شو اسمها؟ الرايت كيدني، لان احنا هنا الليفر مو صحيح، اذا الليفر يعكس هاي الجهه رايت، اذا الكيدني هاي شو تصير؟ رايت كيدني. اذا هذا الجزء السكند بارت قاعد على اليمين على مخدة، خلينا نستعملها مصطلح مخدة، المخدة شو اسمها؟ اسمها رايت كيدني. لاحظوا هذا البارت ليش مهم؟ ليش مهم؟ اولا شايفين هاي الاوبنينج؟ هاي الاوبنينج تمثل الاوبنينج اللي تعبر لك الجاستريك، العفو مو الجاستريك، اللي هي الانزيمز تطلع من البنكرياس تجي وتصب هنا، البايل اللي يجي من الليفر يصب هنا حتى يهضم لي الطعام. البنكرياس بإنزيمات تهضم الكربوهيدرات والفات والبروتين، والبايل يهضم لي الفات، واضح؟ هذني اثنينات من ينزلن يتحدن، ومن يتحدن يفتحن بأوبنينج. وين هاي الأوبنينج بالضبط؟ بالهالف واي، يعني هذا شقد طوله؟ بالهالف واي مالته تنفتح هاي الأوبنينج. هاي الاوبننج شو اسمها؟ شوفوها كبيره، اذا تقارنوها بهاي الاوبننج الصغيره هاي كبيره، هاي شو اسميها؟ ميجر. هاي شو اسميها الاوبننج؟ ماينر. لين مفتوحه بالديودينال تصير ديودينال، ميجر ديودينال، هاي شو نسميها؟ ماينر ديودينال. بابلي يعني اوبننج، واضح؟ زين دكتوره انت قلتي البايل والانزيم ينفتحن هنا بالهالف واي، وسميتي هاي الاوبننج لين كبيره ميجر ديودينال بابلي، بعد هاي الصغيرة ليه سميتيها ماينر؟ ساعات احنا هسه قسم من الناس عندهم بعد دكت،
غير هاي الميجر بنكرياتيك داكت، عندهم داكت ثانية نسميها اكسسوري يعني مساعدة، هاي عند بعض الناس يعني عنده تو بنكرياتيك داكت، هاي نسميها المساعدة. المساعدة هم تنفتح باليديودينام، تنفتح باليديودينام بس بأوبنينج صغيرة، فش يسميها ماينر ديودينال بابلي، شو يسميها ماينر ديودينال بابلي. إذا السكند بارت مهم، ليش؟ لأن كل الإنزيم تبدي تهضم وين تبدي تصب بالسكند بارت، واضح؟ يعني الهضم وين يبدي بالسكند بارت، واضح؟ لأن هنا تبدي الإنزيمات تصب. زين عندي أوبنينج مهمة إيه دكتورة، واحدة اسمها ميجر الجودينال بابلي، لأن عندي البايل داكت والمين بنكرياتيك داكت يتحدن يصبون هنا. عندي بعد أوبنينج ثانية إيه، قسم من الناس عندهم اكسسوري بنكرياتيك داكت جاي من البنكرياس، شوفوا اكسسوري بنكرياتيك داكت تنفتح بالجودينال، فالفتحة مالتها صغيرة اسميها ماينر جودينال بابلي. زين دكتورة هذا الجودينال مرتاح عليه من على مخدة، نسميها رايت كدني. نجي شنو مال قلنا هذا مو انترا، هذا حكينا بي بريتونيال ريليشن، هذني السكند والثيرد والفورث بعد ما بيها شنو هو بريتونيال ريليشن، هن ريترو بريتون. شوفوا قاعد يتراجعون لي ورا الكدني، ترى ورا وهو قاعد يتراجع ورا، اذا قاعد يصير شنو هو ريترو بريتون. لاحظوا ماما مصطلح سكند ثيرد اند بعدين ناخذ فورث بارت، هنا ما دام يبدي يتراجع اذا الكوليز مال سمول انتستين الطنيات الجوجنوم والاليوم راح نشوفها تطي ريليشن، تجي دائما انتيريوري، واضح؟ هي مو هنا الباول تتحرك تصعد وتنزل، فبهاي صعدتها ونزلتها والموفمنت مالت راح يخليها تصير انتيريوري للسكند، انتيريوري للثيرد، وانتيريوري المن للفورث، ما شفناها هنا بالفيرست بارت وإنما راح نشوفها هنا بهاي الأجزاء اللي تراجعت ورا. إذا هسه انتيريوري على هاي الصورة، عفوكم من هاي الكتابة، على هاي الصورة انتيريوري منو عندي؟ هاي الخضرة اللي هي الجول بلادر، بعد منو عندي؟ هذا الليفر، هذا يا لوب رايت لوب وليفر، بعد شنو عندي؟ شايفين هذا، هذا شو اسمه هذا الكولون يسموه ترانسفيرس كولون، شوفوا صاير قدامه. بعد منو قلت لكم؟ قلت لكم هذني السكند والثيرد والفورث من يتراجع عن اللي ورا، اذا من تاخذ راحتها وتبدي تضطر ريليشن كوليز اوف سمول انتستين، اذا الكوليز اوف سمول انتستين حسمحها بالانتير ريليشن للسكند والثيرد والفورث، ليش؟ لان هم ريترو تراجعوا اللي ورا، من يتراجعون اللي ورا يصيرون قدام حركه من يصيرون العفو الحركه مال سمول انتستين تصير قدامهم، اذا انتيريوري للسكند بارت فاندس العفو اي فاندس اوف جول بلادر او تقدرون جول بلادر رايت لوب ليفر ترانسفيرس كولون بالاضافه الى الكوليز اوف سمول انتستين بوستيريوري. هاي المخده شو اسمها قلنا عليها؟ يا كدني رايت لان الليفر موجود بالرايت، وشنو يطلع من الكدني؟ يوريتر حالب، اذا رايت كدني اند رايت يوريتر، واضح لحد اللي هنا؟ زين دكتورة هسه هاي بوستيريور مخدة قاعد عليها، وهذني اثنيناتين انتيريوري ويا الترانسفيرس كولون. زين لاترالي اكو شي لاترالي للترانسفيرس كول العفو هذا السكند بارت اي، هذا مو صاير لاترال؟ اذا يا هو هنا الرايت لوب ليفر. بعد شنو عندي؟ هذه الثانية، هاي الثانية مو صايرة لاترال الي، هاي الثانية صايرة بالرايت سايد لان ليفر رايت سايد اذا نسميها رايت، والثانية صايرة بالكولون إذا نسميها رايت كوليك فليكتشر، بعد منو؟ هذا الأسيندينج كولون، واضح الحد اللي هنا؟ إذا هسه السكند بارت انتيريوري فندس، الفندس مال جول بلادر وتقولون جول بلادر وليفر، بعد ترانسفيرس كولون والسمول انتستين كوليز مال سمول، هذا من تجي على اليمين على المخدة اسمها رايت كدني واللي يطلع منها رايت يوريتر فيصيرون بوستيريوري، واضح؟ زين شنو اللاترال؟ هذا اللاترال، هذه وهذه وهذه رايت لوب ليفر رايت كوليك فليكتشر والديسندين العفو الاسندين كولون قولون الصاعد. هاي نجي هنا هذا الفيرست بارت، الفيرست بارت شنو قدامه؟ ليفر وجول بلادر. السكند بارت شنو قدامه؟ ليفر وجول بلادر إضافة إلى هاي، هاي شو اسمها؟ ترانسفيرس كولون، يعني إذا كمل الترانسفيرس كولون ترى صاير قدام السكند بارت. بعد هذا لين تراجع ورا إذا يصير قدام حركة المن
ال small intestine. فاسمع ال small intestine تعطي anterior relation هنا و anterior relation هنا و anterior relation هنا، واضح؟ زين دكتورة، نجي على يمين على هذا، شنو posterior إلى first part؟ عندي vessels، هذا شو اسمه فير فينا كيفا، هذا portal vein، هذا gastroduodenal artery، هاي bile duct اللي خذيناها قبل شوي. زين هذا شنو قاعد على مخدة، على مخدة شو اسميها؟ right kidney، واللي ينزل منها right ureter. زين هذا شنو اللاترال إله؟ اللاترال إله liver و right colic flexure و ascending colon، واضح؟ زين دكتورة، هنا البنكرياس إله دور إيه؟ هنا بالفيرست بارت البنكرياس شنو صاير؟ جوه inferior. بالسكند بارت البنكرياس شنو صاير؟ قريب على الميد لاين، إذا شو اسميه؟ ميديال. إذا هيد أوف البنكرياس شنو صاير هنا؟ ميديال. واضح لهاللي هنا؟ ولأن البايل داكت تجي تتحد ويا البنكرياتك داكت ويصبون بالجودينام، إذا البايل داكت والبنكرياتك داكت والهيد أوف بنكرياس هم صايرين شنو؟ ميديال. نجي هذا فيرست بارت وهذا سكند بارت. هذا من يغطيه؟ ليفر جول بلادر. هذا من يغطيه؟ ليفر جول بلادر. بس هذا شنو الزياده اللي هنا؟ لان رجع لي ورا، اذا السمول انتستين صير قدامه لان حركتها صير قدامه. بعد شنو عندي لي؟ ترانسفيرس كولون. هذا من تجي على فازز الظهره اللي هي بايل داكت. فازز بمصطلح فازز يعني تيوبس. شنو التيوبات الموجوده؟ بايل داكت، جاستروديودينال ارتري، بورتال فين، وفير فين. كيف؟ واضح. زين هذا منتج عليه من، هذا منتج على مخده، هذا منتج على تيوبات، هذا منتج عليه من على مخده. شنو مخده؟ رايت كيدني ورايت يوريتر. زين السي شيب محوط الهيد اوف بنكرياس. بالنسبه للفيرست بارت البنكرياس شنو صاير؟ الهيد اوف بنكرياس انفيرير، واضح. زين السكند بارت بالنسبه الى البنكرياس شنو صاير؟ على الميد، قريب على الميد لاين، يعني شنو صاير؟ ميديال. بس الهيد اوف بنكرياس لا، هاي البايل داكت مو كانت بوستيريوري، بس نهايتها تريد الصب بالديودينام. فبالنسبة لهذا السكند بارت البايل داكت صايرة على الميديال لو على اللاترال؟ لا، صايرة على الميديال. والبنكرياتك داكت صايرة على الميديال لو على اللاترال؟ صايرة ميديال. اذا بين بنكرياتك داكت والبايل داكت والهيد اوف بنكرياس شنو صايرين؟ ميديال. نجي على الثيرد بارت اوف الديودينام. الثيرد بارت اوف الديودينام شنو يصير؟ يصير هوريزونتال، هذا هو هوريزونتال، ويمشي قدام من؟ قدام الفيرتبرا. زين هاي العباره ان فرونت اوف فيرتبرال كولوم شو تخلي بالكم؟ هذا معناه راجع كلش بوستيريوري ماشي على الفيرتبرا. فمثلا نفرض لو هذه هسه الشخص دعمته السياره، السياره اجته من قدام وعصرته مثلا ويا الحائط، من تتوقع اكثر يتاثر؟ يتاثر هذا الجزء القاعد على المخدة السكند بارت لو هذا قاعد على الفيرتبرا. طبعا هذا الجزء قاعد على الفيرتبرا لان هذا بمعنى ان المخدة شلون تستلم هي الضغط، فهذا الفزز العفو هذا اللي جودنا ما الجزء منه ما يتأثر. بس هذا لما ينعصر بين الفيرتبرا وبين السيارة راح يصير بي تروما لو ما يصير؟ اذا من يجيك واحد ديودينال تروما نتيجة كار اكسيدنت شو تفكر؟ تفكر بالفيرست بارت، بالسكند بارت، وتفكر بالثيرد بارت، بالثيرد بارت. لان الثيرد بارت يمشي قدام الفيرتبرا، يعني بمعنى اخر كأنك قاعد تجيب السيارة تعصر الديودينم على الفيرتبرا. اذا التروما وين تصير؟ بالثيرد بارت. ليش قلت لكم قسموه حسب الكلينيكا؟ الفيرست بارت لأهل القرحة، واضح. السكند بارت لين بصبي البنكرياتيك انزيم والبايل همينة مهم. زين الثيرد بارت في حالات التروما. زين دكتورة شنو الانتيريور ريليشن؟ قلت لكم مدام السكند والثيرد والفورث رجعوا لي ورا، اذا يصيرون قدام حركة من؟ حركة الكوليز اوف سمول انتستين. وهاي الكوليز شي كظها؟ كظها الميزنتري. اذا كوليز زائد ميزنتري. بعد شنو عندي؟ عندي فيزلز هسه ناخذه اسمه سوبير ميزنتريك، يمشي قدام من؟ قدام الديودينم. خلينا نشوف هاي الصورة الجاية. نجي هنا، هذا الفيرست بارت، هذا السكند بارت، وهذا الثيرد بارت. لاحظوا الثيرد بارت يمشي على من؟ على الفيرتبرا. الثيرد بارت اللي يمشي على الفيرتبرا اكو قدامه انتيريور ريليشن. من الانتيريور تتوقعون من مالي هذا الجزء؟ سمول انتستين هي والميزنتري. بعد عندي هذا الفيزلز، هذا الفيزلز يمثل، احنا مو قلنا الاورتا هي مكلفه تزود الجي اي تي، واول برانش منها يطلع اسمه سيليت، ثاني برانش يطلع للجي اي تي اسمه سوبيريور ميزنتري.
إذا أنت جراح وتريد توصل للسوبر ميزنتريك تروح تكض بالديودينام، هو يدلك. ليش؟ لأن الديودينام من يمشي عليه سوبر ميزنتريك، واضح؟ يعني هسه الجراح يحط بباله إذا يريد يروح للسوبر ميزنتريك يروح يكض الديودينام، خاصة في الثيرد بارت راح يشوف أكو فيزل سوبر ميزنتريك أرتو سوبر ميزنتريك دين يمشون انتيرير. إذا انتيرير ريليشن للثيرد بارت هو منو؟ سمول انتستين زائد الميزنتري زائد منو وسبير ميزنتريك ارتري وفيا. زين دكتورة شنو بوستيريري؟ هذا كله ثيرد بارت، شنو البوستيريري؟ هنبدي. هذا شنو هذا؟ مدام هاي كيدني، هذا شنو الاخضر النازل؟ هذا يوريتر، ولان انا هذا هنا هاي جهة الليفر، اذا هذا يا يوريتر هذا رايت يوريتر. بعدين هاي المصل شو سميها؟ سوس، يا سوس رايت سوس. بعدين انفير فينا كيفا، بعدين اورتي، واضح؟ اذا هنا يوريتر انفير فينا كيفا اورتا والرايت سوس. زين سوبيريور هنا قلنا الهيد اوف بنكرياس بالفيرست بار كان جوا، السكند بار صار ميديال، بالثير بار شي يصير؟ سوبيريوري، واضح؟ اذا سوبيريوري ريليشن من هو الهيد اوف بنكرياس، يعني لحد الان الفيرست والسكند والثيرد بار من مطيهم ريليشن، يعني قصدي الهيد اوف بنكرياس يعطيهم ريليشن لو ما يعطيهم يعطيهم. انفيريوري يقول لك المدام هذا ضمن حدود السمول انتستين هم من تقدر السمول انتستين تطي انتير ريليشن تطيني شنو هو انفيرير ريليشن، كوليز اوف جوجنوم او سمول انتستين نفس العباره. نيجي هسه هذا فيرست بارت، هذا سكند بارت، هذا ثيرد بارت. الفورث بارت شلون افرقه؟ يصعد ابورد تو ذا ليف سايد، للليف سايد، وبعدين يسوي فليكتشر طي. هاي الطيه تقول لك هنا انتهى الجوجنوم وبدا شنو هو الجوجنوم. الجوجنوم لاحظوا الجوجنوم راح يبدي يتحرك انتيريوري، فمعناها يدخل ضمن حيز من حيز البريتونيوم، يعني معناها انت هنا ريترو بريتونيوم او اكسترا بريتونيوم، وهنا شنو صرت انترا بريتونيوم، يعني انت الفورث بارت ات از ريترو او اكسترا، والجوجنوم راح يصير انترا، واضح؟ يعني نقطة التقاء، هاي نقطة التقاء رب العالمين قواها، قواها بلجمنت يروح على الدايفرام، يروح على يمين على الدايفرام. هذا اللجمنت شنو سميناه؟ لجمنت اوف تيرتس، لجمنت اوف تيرتس. اذا هسه هنا هذا بي موبيليتي، واضح؟ اللي صار انترابريتون، هذا راح ريتروبريتون في فيكس، فانت عندك هاي النقطة ويك بين هذا الموبيليتي وبين هاي الفيكست، واضح؟ فأنا شون أثبتها هذه؟ أثبتها المنطقة الويك بلجمنت يروح على الدايفرام. هذا اللجمنت شنو سميته؟ لجمنت أوف تيرتس. شنو أصلا اللجمنت؟ مصل؟ لا، إنما أصله بريتونيال فولد، اسمه شنو؟ بريتونيال فولد. زين دكتورة شنو الانتير ريليشن؟ قلت لكم السكند ثيرد فورث، لأن رجع ورا، إذا الكوليز أوف السمول انتستين هي والميزنت ايش راح تطيهم؟ تطيهم انتيريال ريليشن، واضح لحد اللي هنا؟ نجي على الورا هسه هنا، هذا هو منو؟ هذا شو اسميه؟ فورث بارت، رامب ابورد تو ذا ليفت، واضح؟ حتى يلتقي بالجوجنوم اللي راح يتحرك انتيريوري. زين دكتوره هذا شنو الانتيرير مالت الريليشن؟ انتيرير اناتوميك ريليشن، قلت لكم سكند ثيرد فورث، ما دام رجعوا لي ورا اذا راح تتحرك قدامهم الكوليز اوف سمول انتستين، معناها انتيرير ريليشن هنا، انتيرير ريليشن هنا، انتيرير ريليشن هنا، ايش راح اسمع؟ كوليز اوف سمول انتستين. زين دكتوره بوستيرير ايش راح القى؟ لاحظوا هذا شنو البوستير عندي هنا؟ هاي الاورتي زائد هاي السوس، هاي يا سوس لان انا قاعد تحركت على هاي الجهة، إذا هاي الجهة شو نسميها؟ ليف سوس، هذا شو نسميها؟ ليف سوس. لاحظوا هنا البنكرياس هذا الهيد، هاي المنطقة هنا بعد ما تطي الهيد هنا، هذا هو يطي ريليشن هنا؟ لا بعد ما يطي، واضح؟ هنا الهيد أو بنكرياس ما يطي لي ريليشن الفورث بارت. إذا لا جبت لكم بالامتحان the head of pancreas give relation to the first, second, third، قولون نعم، والفورث لا، الفورث بعيدة عنه فما يعطي ريليشن، واضح؟ ما يعطي. زين شنو البلس سبلاي؟ قلنا البلس سبلاي نطلب من الجار، شنو هاي الام؟ هاي شنو سميناها؟ سميناها اورتي. اول برانش شنو طلع اسمه؟ اسمه سيليك، والثاني برانش شنو سميناه؟ سوبير ميزنتريك. اذا اول برانش سيليك وثاني برانش شنو اسمه؟ سوبيريور ميزنتريك.
لأنهم اثنيناتهم قريبات على الديودينم، إذا اثنيناتهم راح يتقاسمون التزويد. ليش؟ هذا الديودينم منقسم إلى جزئين، جزء up وجزء down. الجزء الداون يقول لك أنا هاخذ من السيك، السلك يقول له لا أنت بعيد عني، أخذ منه اللي بصفك، صفك منه هو سبير ميزنتريك. من يجي هذا الأب يقول لك أنا هاخذ من السبير ميزنتريك، سبير ميزنتريك يقول له لا أنت بعيد عني، أخذ من اللي يمك. واضح؟ فسووا لاحظوا أن الوجود منقسم إلى جزئين، جزء أب وجزء داون. الجزء الأب ياخذ من اللي بصفه، اللي بصفه منه سليك. السليك بوحده يعني كحد ذاته كأرتري يقول لك أنا ما أعطي برانش، أخذ من الموجود. الموجود منه عندي؟ أولادي. منه أولادي؟ الليفت غاستريك والسبلينيك والهيباتيك. واضح؟ خاف أجيبكم بالامتحان برانشز أوف سيليك، شو تكتبون؟ تكتبون ليفت غاستريك، حجيناها بذيك المحاضرة مال السومك، وسبلينيك وهيباتيك. هذا السؤال أجيبه بالامتحان، شنو البرانشز مال سيليك؟ ثلاثة، يروح للليفر هيباتيك، يروح للسبلين سبلينيك، يروح للستومك تو ذا ليفت سايد ليفت غاستريك. ياهو من هذين الثلاثة قريب على الجينوم، هل هو السبلينيك؟ لا، السبلينيك بعيد، الليفت غاستريك رايح بعيد، إذا منو القريب؟ الهيباتيك. الهيباتيك رايح للليفر فينزل ارتري، شنو سميته؟ غاسترودودينال ارتري. هذا هو، تشوفونه ينزل بظهر الديودينم. هذا الغاسترودودينال ارتري قلت لكم انا حزود الابر بارت مالت من مالت الديودينم، راح احط برانش للجزء هذا. هذا البرانش اسميه سوبيريور. لين يزود البنكرياس والديودينم شو يصير؟ اسمه سوبيريور بنكرياتيكوديودينم. اذا ذا ابر هالف، بس هنا The upper half، هذا الجزء هنا نحن قسم. The upper half of the duodenum take its blood supply from what? From the celiac through the hepatic through the gastroduodenal artery. شو اسمه هذا هنا؟ الفزلز اللي يجي superior pancreatic duodenum. زين، نيجي هنا اللور بارت، من يجي له سبلاي؟ السيليك بعيد عنه، ياخذ مين؟ من هذا الارتري. قلنا اكو ارتري اذا تريد تندله بالعمليات تروح عليه تلقاه قدام الجدام، شو اسمه؟ سوبير ميزنتريك ارتري. وهذا الفين شو اسمه؟ سوبير ميزنتريك فين. سوبير ميزنتريك ارتري راح يطلع منه ارتري، يروح يزود الجزء السفلي، اذا شو يصير؟ اسمه انفيرير. لين يزود بنكرياس وديودرام، اذا يصير اسمه انفيرير بنكرياتيك وديودرام. شو يصير اسمه؟ inferior pancreatic duodenum. إذن the blood supply superior pancreatic duodenum يجي من الغاسترودودينال، من الهيباتيك، من السيليك. أنت inferior pancreatic duodenum من يجي؟ من superior mesenteric. هذا هو هنا، هاي الأورطة الأم، أول برانش منها سيليك وثاني برانش اسمه superior mesenteric. دول اثنيناتهم يتعاونون على الديودينال. The upper half يجي من السيليك، مو بخط مباشر، لا، سيليك يطي هيباتك، الهيباتك يطيني ارتر يمشي ورا الديودينم، شو اسميه؟ غاسترودودينال. غاسترودودينال يطيني برانش، برانش هنا فوق شو اسميه؟ سوبيريور. لين يزود لي بنكرياس وديودينم اسميه بنكرياتيك وديودينم. زين، نجي هنا هذا شنو؟ هذا الارتر يزود لي اللور هالف، لين جوا اسميه انفيريور، يزود لي بنكرياس وديودينم انفير بنكرياتيك وديودينم. هم من يطلع من السيليك؟ لا، يطلع مين؟ من هذا الارتري الثاني، او نسميه الابن الثاني للأورطة، اللي هو شو اسمه؟ superior mesenteric artery. نجي علي من على الفين. احنا عرفنا هسه superior pancreatic artery، شي كلمة superior pancreatic duodenal artery؟ superior pancreatic duodenal artery شي كلمة artery، شي يصير اسمه؟ superior pancreatic duodenal vein. السوبير بنكرياتيكو ديودينال فين، منو قريب عليه؟ يا فين البورتال فين، فيجي يصب مباشرة وين؟ بالبورتال فين. بورتال فين يرحل على أم البيت اللي هي منو؟ الليفر. واضح؟ يرحل عليه من؟ على الليفر. زين، والإنفير بنكرياتيكو ديودينال أرتري شنو الفين المقابل مالته؟ إنفير بنكرياتيكو ديودينال فين. بس لأن البورتال فين بعيد عنه يصب بي من؟ بهذا الفين. احنا قلنا مو هنا نسبب ميزنتريك ارتري، اذا هذا شو يصير؟ اسمه سبير ميزنتريك فين. اذا انفير بنكرياتيكو ديودينال صب سبير ميزنتريك فين، وسبير ميزنتريك فين وين يرحل؟ البورتال فين. ماما كل شيء يمتص من الجي اي تي ما يروح للسيستميك سيركوليشن، يعني انا كليت 5 لفات 6 لفات، مو صحيح؟ مو كلها يحتاجها جسمي،
يعني مو كلها يحتاجها جسمي، فمن يقسم الحاجة لازم الآن أسحب الطعام من الجي آي تي، من أسحبه راح أطلع فازلز من الجي آي تي. هالفازلز شو أسميها؟ فين. هاي الفين شنو شايلة؟ شايلة سي او تو، شايلة مخلفات مثل اليوريا، بالإضافة إلى شايلة الأكل اللي امتصيتها، هاي اللي هي هاي نفرض هالخمس لفات. هاي الخمس لفات ويا هاي ال CO2 واليوريا ما يترحلن للسيستميك سيركوليشن. وين تعرف السيستميك سيركوليشن تقسم حاجة الليفر الجسم؟ وين تروح؟ تروح للليفر. الليفر هو أم البيت، يقول لك أنت تحتاج هلقد فات، هلقد كربوهيدرات، هلقد بروتين، فالترحيل يروح علما للليفر. لأنه أنا قلت لكم سحبت فين، فإذا من يجمع شي يسوون همين فين، هذا الفين يطب للليفر من البوابة. إذا شو أسمي الفين؟ بورتال فين. إذا كذلك إحنا لين وجودنا متابع للجي آي تي سيستم، فالفين مالته ما تصب بالسيستميك سيركوليشن، وإنما تصب بيمن بالبورتال سيركوليشن. بورتال سيركوليشن يعني سيركوليشن رايحة للليفر. إذا سوبيريور بنكرياتك وجودنا قريب عليه بورتال فين يصب دايركت، والإنفيريور بنكرياته كده بعيد عنه فيصب بهذا الفين. قلت لكم اذا عندك سبير ميزنتريك ارتري تروح تكض بالديوجم تلقاه قدامك. اذا سبير ميزنتريك ارتري هذا شيء يصير اسمه سبير ميزنتريك فين. اذا هنا هذا يصب سبير ميزنتريك فين ويرحله المين للبورتال فين. نعم سبير بنكرياته كده الارتري يصب مباشرة بالبورتال فين. inferior pancreatic duodenum ما يقدر يوصل portal vein، يتحد ويا هذا اللي هو شو نسميه superior mesenteric vein، وين يودي بعدين مباشرة للبورتال vein. lymphatic drainage شنو نقصد بالlymphatic drainage؟ قدنا احنا نرجع على الرئيسيات، شي كلمة آرتر يعني هسه السبلاي مال هذا الجزء العلوي منين يجي؟ الأم شو اسمها؟ سيلياك آرتري. إذا الدرنج يتبع الآرتري ويروح يصب بمن؟ يعني شو نقول؟ superior pancreatico lymph node، بعدين gastrojejunal lymph node، hepatic lymph node، بعدين celiac lymph node. إحنا ما نطولها عليكم، نقول رجعوا المصب مات الليمفاتيك للأم. الأم من هي؟ مدام البرانش الابر بارت اجى السبلاي مالته من السيليك، اذا الليمف نود شو نسميها؟ سيليك ليمف نود. مدام اللور بارت اجى من سبلاي من السوبيريور ميزنتريك ارتري، اذا الليمف نود شو نسميها؟ سوبيريور ميزنتريك ليمف نود. يعني بين قوسين بدل ما انا اذكر لك تفاصيل الليمف نود وكل ليمف نود شو اسمها، سهلتها عليكم. أنا قلت سوبير بنكرياتيكو ديودينال أرتري جاي من الجاسرو ديودينال أرتري، جاي من الهيباتيك أرتري، جاي من السيلياك أرتري. فأنا بدل ما أطول لك هاي الليمف نود على كل أرتري، رسميت لك إياها الدرينج النهائي وين يروح؟ يروح للسيلياك ليمف نود. ناقلنا إنفير بنكرياتيكو ديودينال أرتري يجي من سوبير ميزنتريك أرتري. أنا بدل ما أعدد لك إياهن قلت لك الدرينج النهائي وين يصير؟ سوبيريور ميزنتريك ليمف نود. النيرف سبلاي اذا انا ما بي شيء من يشتغل؟ قلت لكم البارا سمباثيك، بس اذا طلع عندي الالم من يشتغل؟ سمباثيك، لان سمباثيك ات از ا بين ترانسميتنج فايبر، ينقل لي من البين. زين اذا انت دكتوره قلت سمباثيك هو بين ترانسميشن، البارا سمباثيك واذا انا ما عندي شيء، منو اقصد بالبارا سمباثيك؟ اقصد الفيجاس، واضح؟ أقصد من؟ أقصد الفيغ. ويا فيغوس انتير روبوستير، تذكرون محاضرة السابقة قلت لكم الانتير فيغوس يزود لي انتير سيرفس مال ستومك والبايلورس والليفر وينتهي، بس منو اللي يبقى بوستيرير ويلتحق ويا الأورتي وكل برانش يطلع من عدها تجي يدز ويا بلكسس؟ البوستير فيغا. إذا هنا البارا سمباثيك من هو؟ فيغوس. الفيغوس شلون يوصل؟ على شكل بلكسس تمشي ويا الأرتري. إذا البلكسز اذا هذا الارتري اسمه سيلياك ارتري، فالبلكسز تمشي ويا بقيه شو اسميها؟ سيلياك بلكسز. اذا هذا الارتري اسمه سبير ميزنتريك ارتري، اذا البلكسز تطلع منه وتمشي تغذي اي اورجان شو اسميها؟ سبير ميزنتريك بلكسز. اذا الديودينام لين ياخذ سبلاي من السيلياك ومن السبير ميزنتريك ارتري، اذا النيرف سبلاي مالته الباراسمباثيك هو واحد فيغاس، بس شلون يوصل له؟ ببلكسز مختلفه. الجزء العلوي يسميها سيلياك بلكسز، يزود لكم هذه البلكسس تمشي ويا الارتر، وهذا جزء من هو سوبير ميزنتريك بلكسس تمشي ويا سوبير ميزنتريك ارتري. نجي على ميوكس ممبران اند جوجن اوف بادي.
احنا قلنا وجود الفولدنج بالميوكوزا بالستومك شنو خلاها الطاقة بس تشيل 1500، واضح؟ كذلك الجي اي السمول انتستين، سمول انتستين قبل لا ادخل زايد، تذكرون الفولدنج بالستومك شنو سميتها؟ سميتها روغي، وقلت لكم شكلها لونجتيودنال، واضح؟ وموجودة بالستومك. انا هم هنا عندي فولدنج بالسمول انتستين بس شكلها مو لونجتيودنال. شو تشوفون هذا شكلها؟ شكلها سيركولر، باعوها شكلها مثل الدوائر، it is a circular، واضح؟ هذه موجودة على طول السمول انتستين، على طول السمول انتستين زيد الكاباسيتي فور دايجيشن اند ابزوربشن. بس شنو يقول لك؟ يقول لك the first part of the duodenum it is smooth، ما بي هاي البلايكا سيركولاريس، ما بي هاي سيركولار فور. ليش ليش ايش معنى بقيه السمول انتستين بيها وهذا ما بي؟ لان first part of the duodenum ما يشارك بالهضم. يعني شلون ما يشارك بالهضم؟ انا انقل هسه الاكل من الاستومك وادخله المال للسمول انتستين، غايته شنو؟ يختلط مع عصارات السمول انتستين. العصارات وين تجي؟ عن طريق هذه وعن طريق هذه، يعني يجي البايل ويجي البنكرياتيك انزيم ويصبن هنا. اذا وين يبدي الدايجشن؟ هنا. وين يبدي الابزوربشن؟ منه وانت ماشي. يعني معناتها الفيرست بارت بي دايجشن؟ لا، ماكو بي عصاره بنكرياس وبايل داكت. اذا ما بي دايجشن، ما بي ابزوربشن راح يصير، اذا ما ينكو داعي للبلايكا سيركولارس. اذا دا واحد يسال روحه يقول ليش البلايكا سيركولارس مستثنى منها الفيرست بارت مال الجودن، مع انه البقيه كلها السمول انتستين بيها البلايكا سيركولارس؟ لان الفيرست بارت هو معبر، معبر الدايجشن والابزوربشن يبدي لحظه طرح البنكرياتيك انزيم والبايل داكت، وهذا وين يصير؟ بالسكند بارت، هنا يبدي الدايجشن والابزوربشن. زين، هاي شو اسميها انا؟ هاي اسميها ميجر، وهاي شو اسميها؟ ماينر. اثنيناتهم بالجودن شو اسميها؟ جودنال بابل. هاي شو تعبر لي الماينر؟ الاكسسوري. قلت لكم اكو ناس عندهم اكسسوري بنكرياتيك داكت، بينما هاي شو تعبر لي؟ المين بنكرياتيك داكت والبايل، ويصبن هنا، واضح؟ المسافه بيناتهم 1.9 cm، بين هذه وهذه 1.9. يعني اذا انت تريد تعرف وين الاكسسوري، قول هاي الميجر اعبر فوقاتها 1.9 القى الماينر. وبهيج حالة تنتهي محاضرتنا لهذا الموضوع الجيودينوم. ارجو ان تكون مفيدة، والسلام عليكم.